كل من أخطأ ترد عليه. لن يبقى لك وقت تصلي، لن يبقى لك تحك رأسك، لأن كل خمس دقائق حتنزل لك تخبيصات من مشايخ وغير مشايخ وملحدين وعلمانيين. كل خمس دقائق أبدر هذا، انتهي عمرك كله. وانت على فكرة ولن يبقي لك التاريخ ذكرا. شو تعال رديت على تافهين، رديت على جاهلين، رديت على مهترين، هم ماتوا وانت مت معهم. الأصمعي عبد الملك ابن قريظة، كيف تعرفوا الأصمعي؟ علامة اللغة الكبير، راوية اللغة في عهده. مرة قاعد هيك وواحد يطلع عليه أشعار وكله تكسير بكسف الأشعار، والأصمعي قاعد، فواحد قال له أما ترد عليه؟ قال لهم لو كنت أعلم أنه ينتفع لردت عليه. واضح أنه قال لهم هذا عريق في الجهل، هذا هبل حافظ ما برد عليه، خليه يظل يكسر ويروح يروح مع السلام. أنا فاضي. هذه خطة غير سليمة، إننا نشتغل بهم ونرد عليهم كل كلام فارغ. هذا خطة السليمة عارفه، وهذا كان المفروض إيه؟ إنك تطرح السؤال الثاني، كيف ننجو نحن؟ تقول لي أقول لك كيف تنجو وانت حاب تدخل الطريق هذه، يعني حاب انك تعيه يكون لك رأي في الموضوعات هذه. أسس نفسك. حتقول لي لو عمرك 50 سنة، لو عمرك 80 سنة، مدام ناوي تطالع وتشوف ويكون لك رأي، أنا بنصحك ما تضيعش وقتك انك تطالع وتشوف، والله العظيم تضيع عمر. سيبك من الغثاء هذا كله، روح أسس نفسك. من وين؟ من الصفر، مش متأخر. أحسن من لو أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أصلا. روح ابدأ من الأبجدية العربية. أنا اليوم في الخطبة ذكرت معلومات أنا بعرف، وأشهد بالله تلاقي يمكن أستاذ اللغة العربية في الجامعة بعرفهاش. إيش رأيك؟ حتقول للدرجة هذه وأسوأ منها. إحنا قبل 8 أشهر شفنا 3 أساتذة كل واحد فيهم متخرج برتبة امتياز ومرتبة الشرف الأولى، وعميد قسم في بلده، واحدة مصرية وواحد مغربي والثالث إيش كان؟ إماراتي. إماراتي قسماً بالله شعراء مش عارفين الفاعل المفعول. إيش يجنن يا زلمة؟ أنا طلعت من ثيابي. يعجبني مثلاً إيش حسنها؟ قال لك هي حسنها ولا حسنها؟ لا يا حسنها. المصري قالت مش حسنها. والثلاثة أساتذة دكاترة ومتخرجين بالامتياز ومرتبة شرف أولى ورؤساء أقسام. اخص على العصر اللي احنا فيه هذا، اخص. القرآن الكريم مواضع كثيرة يعجب الزراع نباته، مش نباته بس، هو لو انه حتى غير القرآن الكريم هيعرف ايش. فلا تعجبك اي اموالهم، مش اموالهم. والله لما كنا صغار 11 سنة وبدينا نقرأ النحو هذه الاشياء فهمناها، فهمنا إيه؟ كيف بكون الفاعل فاعل، صح ولا؟ وفهمنا انه الفاعل اوسع من ان يكون من صنع الفعل. احيانا بكون من ايه وقع عليه الفعل وتقبله هو بكون فاعل. مات فلان، هو أميت في الحقيقة بس خلاص مات فلان، صح ولا؟ ونام فلان مش بخاطره، النوم غلبه من غصب عنه. وتعرق فلان وطلع العرق يعني لحاله، طلع العرق افهم. واجى هنا بعدين ايش لودفيك فيتكنشتاين وعمل لك قصة في اللعب اللغوية من هذه الملاحظات. نحويو العرب فهمينها مليح. كيف لو مش قرأت النحو؟ كيف انت لو قرأت ابن جني يا حبيبي؟ عاد انا قرأته في الإعدادية وفعلا ابن جني. ايش هالفيلسوف هذا؟ ايش اللغة تبعتنا اللي كشف عنها هذا؟ ايه العالم العجمي الرائع، عجمي مثل ما سيبويه عجمي. العرب خيبة اللي حط لنا يعني فلسفة النحو كلها ابن جني، واللي حط لنا قواعد النحو بطريقة كذا كذا برضو ايش سيبويه، رائحة التفاح، عجمي. لازم تشتغل قاعدة هذه. ومات سيبويه قديش عمره؟ 32 سنة رحمة الله عليه، مش 82، 32. مات 32 سنة ومات بسبب مسألة علمية انقهر. هذه الأمة العربية اليوم، الأستاذ الدكتور تلاقي مؤلفات عنده 10 مجلدات كذا، كله نقل، كله نقل، كذب، كله سرقة. اقعد معاه باحثه بتلاقيه لا شيء. قال لك تسمع، وهيك هي على فكرة مش تسمع، تسمع تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. وأكيد المعيد حقول لك لا غير طعن إبراهيم، تسمع. أقول له لك معيدي لأنك هي تسمع يعني أن تسمع، في أن تفسيرية محذوفة. تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. هذا هذا زي هيك، هذا وضعنا يا أخي الكريم. فإذا بدك إيه تقضي حياتك تصلي على هذا وعلى هذا، راح عمرك كله هيك والله، وما حد حينتفع بيك ولا في بركة في سعيك. أنا نصيحتي ابدأ من الصفر، ابدأ تعلم النحو من أوله، الصرف من أوله، وهكذا العلوم الأخرى عاد علما علما.
علم أصول فقه، علم أصول حديث، علم أصول عقيدة، علم المنطق، علم الفلسفة، المعاني، البديع، البيان، علماً علماً من أول، وحتستفيد كثير والله العظيم، وهذا أحسن بكثير. هتقول الحمد لله يا ريتني بديت من سنين. طبعاً لو بديت من سنين كان استفدت أكثر بكثير جداً جداً جداً. وبعد ذلك بعون الله زموت لك نصيحتي لأخواني وأحبابي اللي اسمع كلامي، اللي عنده شيء يقال يقوله مع تشحر النية أو تشحير النية وتمحيض لله عز وجل، يقوله بأدب وهدوء ومن غير ما تكون عينه لا المتابعات ولا اللايكات ولا الجوائز، يقولها لوجه الله، يقول أنا بدي أشتغل بالخير وبدي أقدم خير لهذه الأمة مع اللي بقدر عليه. يمكن يتبعوك 100 أحسن من لا شيء. ممكن 100 اللي تبعوك مش 100,000 ومش مليون، 100 من 100 اللي تبعوك ممكن يطلع واحد إمام في العلوم، صح ولا لا؟ إمام في هذا الفن، وتكون أنت السبب أنك أنت نهجت له النهج، رسمت له الطريق، قلت له تعال خش من هنا، وعن طريقك دخل وبزك وبذك وفاتك وعلك، ما في مشكلة الحمد لله، بس أنت لك أي مثل أجره، صح ولا لا؟ فما تستقل أنه 100 اللي بتابعوني بيشوفوا ما، بس احكي الشيء اللي بتعرف فيه مليح وفاهمه مليح وراجع مليح. على فكرة بدي أصدمكم بشغلة، في ناس بفكر أن علماءنا الأفاضل طبعاً زمان أنهم يعني كانوا مميزين عنا من كل وجه، لا مش من كل وجه، لا 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 بصراحة هم بشر زينا، لكن أتقل الله منا أكيد، عندهم كان تقوى حقيقي يعني بحسب أنفسهم كتير 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 كتير. إحنا ما بنحسب أنفسنا. والشيء الثاني أصبر منا على العلم. الإمام الشعبي عامر بن شراحيل إمام الكوفة رحمة الله عليه، توفى سنة 2 الهجرة، إمام الكوفة كان يقول الذي نسيته العلم لو حفظه أحدكم لأصبح به عالما. وصح، بحر بحر علم، إشي مرعب. قال لي نسيته، خلي أي واحد عالم لو عرفه لنسيه. اللي سقط مني هذا لسه معناها إيش اللي كان بيستحضره هو. فسألوه من أين لك هذا العلم كله، من وين أنت في كل شيء ما شاء الله؟ قال لهم ببكور، ببكور كبكور الطير أو قال الغراب، تخيل وصبر كصبر الحمار. قال أنا صبور زي الحمار البعيد، بصبر بصبر على العلم ليل نهار وعقلية الأكل. ده كان الطبري، إحنا طبري واثنين معاه من إخوان، ابن خزيمة والطوسي محمد بن أسلم، ثلاثة محمدون قعدوا في القاهرة 3 أيام ولا ذاقوا أي ذواق، عندهم مش نفذت المؤنة، عندهم ولا حاجة، 3 أيام هاي العلم. والطبري رحته في العلم أو أبو جعفر من جرير 20 سنة استمرت، ما رجعش لأهله إلا بعد 20 سنة، 20 سنة من مكان لمكان، 20 سنة الطبري. واللي بيستوعبه كان في ساعة بذاكرته، إحنا بدنا إيش 2 شهر عشان نستوعبه، هو في ساعة بيستوعبه وقعد 20 سنة. لما حسوا الحين اكتفى يعني، الحين صار عالم بيقدر يعطي علم ويقول للناس علم، شفت؟ رضي الله عنهم يا أخي، الله ينفعنا ببركاتهم والله، والله العظيم يعيد علينا من هذول الناس ربانيين كانوا أشبه بالملائكة، لكن زي ما قلت لك إصرار عندهم ومثابرة وصبر. فمثلاً أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه، هذا أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية في القرن 5 الهجري، ومتونه الفقهية زي المهذب وغيرها صار عليها المعول، خلاص هي المعول في المذهب ما شاء الله. طيب هذا الرجل يعني كان عنده قدرة غير طبيعية على الاستحضار والنقاش، وما حدا بيغلبه في النقاش. يعني أشهر مناظرة كانت مع ابن الصباغ الحنفي، غلبه ابن الصباغ، هذا كان باقع من بواقع الدهر، أبو إسحاق غلبه، فصار يضرب بلسانه المثل، يقول لك كلسان أبي إسحاق في مجلس النظر، في المناظرة هو أبو إسحاق حبيبي كلامه. فنقول لك هذا ربنا معطيه، أي الله معطيه، بس هو أحسن التصرف فيما أعطاه الله. فسألوه مرات، وكان آية على فكرة شيخ الشافعي، شوف شيخ الشافعية كلهم في العالم كان رحمة الله عليه، الرجل الصالح الولي مات ولم يحج بيت الله الحرام، حجش في حياته مسكين. طب ليش؟ لم تتهيأ له النفقة من حلال، حلال مباح طيب حج ما عندوش، وكان يرفض الهدايا، إن واحد يتمنى لا يتمنى عليه لا، إمام الشافعي علمه لا ما تأخذهاش الحج، الإمام الشافعي في الأم قال لك لا ما تأخذهاش العفة، إمام عفيف علمه العفة قالوا لا، اقعد من غير حج، موت من غير حج. ها أبو إسحاق، ويقال الله أعلم كان إذا كبر واستقبل القبلة يرى الكعبة أمامه، روحه شوفه استقبل عين الكعبة، كان إشي عجيب أبو إسحاق الشيرازي. ومن كثر ما كان هذا الزلم يعني شبه مقدس عند الناس، نظام الملك الوزير السلجوقي العظيم، نظام الملك معروف صاحب النظاميات
نيسابور وبغداد كذا، هو هذا صح رحمة الله عليه. نظام الملك كان يدعوه فيأتي يحط له غدا كذا ويقوم بنفسه يصب عليه. تخيل وزير الدولة كلها نص العالم تحت إيديهم يقوم يصب عليه. فإيش يقول له؟ بارك الله فيك. يأتي الغلام بالمنشفة يعطيها يقول له بارك الله فيك. فيقول من ينصفني من هذا الرجل لذا الملك؟ أصب عليه بنفسي فيقول لي بارك الله فيك. ويصب عليه الغلام العبد عندنا يعني اشترى بفلوسنا يقول له بارك الله فيك. هو عارف ما معنى كلمة بارك الله فيك. ولما تطلع من أبي إسحاق الشيرازي يدعي لك يقول لك بارك الله فيك، والله أحسن لك من الدنيا اللي فيها. شو بده يعني؟ بده يرقص لك يعني؟ أنك أنت وزير صبت عليه؟ شرف إلك. أنتوا الحين أكيد أول مرة تسمعوا بنظام الملك يمكن بعضكم، بس أبو إسحاق الشيرازي كل طالب فقه شافعي يعرف من هو الشيرازي. المجموع شرح المهذب، مهذب من مهذب الشيرازي، مجموع النووي، انتهينا. الشيرازي. فأبو إسحاق إيش سألوه عاد؟ يا شيخنا يا أبا إسحاق، يعني كيف تضبط الدرس بهذه الطريقة؟ لما كان يطلع يقعد يعطي درسه في الفقه. ولا حفظ الفاتحة، أدق من حفظ الفاتحة. كل كلمة في مكانها بالضبط وبالحرف، ليش وكيف كذا. فيقولون مدام سأل شوف شوف حتى عدم التشبع، مش إنه عندي ذاكرة حديدية تصويرية، صادق. كان يقولهم أنا الدرس قبل أن أخرج إليكم، هو مكتابه اللي ألفه قبل 15 سنة، ألفه لحاله عارف كل أدلته، قال لهم أنا أعيده 60 و70 مرة. 60 و70 بعيده على نفسه بقراه مرة مرتين ثلاثة 50 60 60 70 مرة 70 مرة. ومن كتابك اللي ألفته؟ طب ليش؟ العلم أمانة، لأنه يخشى أن يغلط في كلمة، في توجيه شيء، يطلع له سؤال كذا، فلازم يكون دقيقاً ويكون جوابه إيه صحيحاً أمانة. وستين مرة والله العظيم يا أخوي البليد اللي ما عنده ذاكرة إذا قرأ أي شيء 60 مرة، أنا بتحداك جيب لي أصعب صفحة في كتاب الله تقول لي ما قدرتش أحفظها طول حياتي، أتحداك روح أقعد وقرأها 60 مرة بصوت عالي، إذا ما حفظتها مثل قول والله أحد ما بكونش عدنان، والله لا تحفظن حفظاً من أجود ما يكون. 60 مرة بس. هتقول لي بالطريقة هذه بتحفظ القرآن كله؟ والله بتقدر تحفظ القرآن كله في سنة إذا أي قعدت يومياً، وكل صفحة تقرأها قديش؟ 60 مرة. اقرأ في اليوم صفحتين بس، 120 مرة هتحفظن حفظ وعمرك ما هتنساه. وبعد هيك يصير قوم الليل فيه كذا، ما هي سهلة يعني، ما هي شيء مستحيل. فهم ما كانوا إيش أشياء خارقة أو كذا، لا أبداً، وإنما كانوا ناس مثابرين وعندهم جد. قال تعالى خذ إيه؟ خذ الكتابة بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. ومن أحسن ما قيل في الجد بيت أبي الطيب المتنبي أحمد لما قال هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. ما قرأت أجمل من هذا بعد كلام الله ورسوله في موضوع الجد. بقول هو الجد حتى تفضل العين أختها، يعني عين كرر بها النظر دائما وأدم بها النظر تصبح أقوى من أختها. Use it or lose it. نفس المبدأ الاستعمال والإهمال، صح؟ قال حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. يوم وقع فيه النصر، يوم وقع فيه التخرج، يوم وقع فيه استلام الجائزة، يوم هذا إيش اللي خلاه يكون هو يوم النصر ويوم الجائزة ويوم التخرج؟ جهود 5 سنين، جهود 10 سنين، فأجى اليوم اللي هو سيد، سيد على الأيام الثانية. من وين أجى؟ بالصدفة؟ بالسحبة هيك؟ الجد. إحنا نحتاج أن نتعلم الجد، والنبوة شيء ثقيل، قولاً ثقيلة، شيء بتخوف يعني. النبي على فكرة بقدر ما لهم الرفعة ولهم من تضعيف أجور وحسنات ودرجات بقدر ما هو مهدد إنزاغ ولو لحظة بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إيش بخوف ها؟ النبي قال شيبتني هود وقواتها. اللي شيبوا فيه إيش هو؟ فاستقم كما أمرت. إحنا الله ما قالش ولا واحد فينا فاستقم. قال إيه؟ اتقوا الله ما استطعتم. سورة التغابن. اللي بتقدروا عليه. هو قال له فاستقم كما أمرت. لأنك نبي منظور إليك وقدوة، وكل شيء تأتيه أو تذره محسوب عليك ومأخوذ عليك فيه، صح ولا لا؟ فبدك فالنبوة انسى، تكليف شاق عسير. لو واحد عاقل عادي وأخوي يقول له أنا ما أختارش أكون نبي، أختار أكون من أمة النبي من أتباعي،
أما أكون أنا النبي لا ما بديش، أغلط لغلطة هيك أروح فيها، صح ولا لا؟ شو بخوف؟ نوح عشان ابنه، الله قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يقال بكى عليها نوح 250 سنة. شفت كلمة من أبي الأنبياء، شيخ الأنبياء نوح، أن تكون من الجاهلين. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. آيات كثيرة زي هيك يا شيخ، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك. كثير آيات زي هيك، وتخشى الله والناس، وتخشى الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول أمنا عائشة عليه السلام ورضاها تقول لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. هذه الآية كثير صعبة على النبي، كثير 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 كثير، وبتلوها إلى اليوم إحنا نتلوها. الله قال له وتخشى الناس، قال له بتخاف مو بتخافنيش، المفروض تخافني أكثر ما تخاف من الناس. تخوف الآية مرعبة، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إذا قيل هذا لمحمد ألن يقال لأي واحد فينا؟ يعني يقول لك والله أنا كنت عارف بس ما كنت قادر أقول. يا ما سمعت هذه من علمائها، وأسمعته عن علماء بالسند القصير، واحد يقول لي قلت له فقال لي. هذا بمشيش عند الله، أنه لو قلت هيك جمهوري الناس ما بمشي. بدك تقول لو انفض عنك مش جمهورك، العالم كله، لو كفروك، لو قدموك للذبح، بده يكون فيك روح من أي من أبي ذر. أبو ذر قال والله الذي لا إله إلا هو لو وضعتم هذه الصمصامة للسيف هنا بين عاتقي ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله، كلمة حق يعني، قبل أن تجهزوا علي لقلتها. قال مش يعني شغل كبير من قضايا الأمة، كلمة في الحق مستعد أضحي بروحي وأقولها لآخر لحظة وقطعوني نصين هقولها. بده يكون عندك مثل روح مين؟ أبي ذر، اصحى تلعب في الحق. وهنا عظمة الدين، زي ما قلت لك عظمة الدين بيعلمك إنه إيش؟ تقول حق على نفسك. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يا الله، أو الوالدين والأقربين، حتى أبوي وأمي وأخوي، الحق حق أن يتبع، وعلى نفسك. هذا الإسلام العظيم. هتقول لي وينه هذا؟ بقول لك أنا تقريبا مش شايفه، ما كذبش عليك. قلت لكم أنا في الخطبة هذيك قصة الإمام البزار، طبعا ينسب إيه البزار وعنده نسبة ثانية، المهم اللي هو إيش؟ قاضي المرستان محمد بن عبد الباقي أبو بكر رحمة الله عليه. إيش قال الشيخ اللي لقي العقد تبعه إيه؟ قاضي المرستان هذا لما كان شاب لأهل الجزيرة قبل ما يموت، كان يدعو الله دائما إنه الله يجمع به عشان يزوجه بنته. قال لأنه المسلم الوحيد الذي رأيته. قلت يا الله، يعني من زمان في ناس عندها روح ثورية، هذا إنه خصي عليكم أنتم تلفين، عنده كان هيك إن أنتم مش مسلمين. فكان يقول لهم هذا المسلم الوحيد الذي عرفته، مش إمام إنه الناس مسلمين، مش مسلمين، بوكلوا الأمانات، بوكلوا كل حاجة. وهو كان في الحج يعني، قال المسلم شفته في حياته هو هذاك الشاب، ثروة بتخوف، ثروة مرعبة. رجعوا من غير ما يأخذ إيه الجائزة، وهي 500 دينار، ثمن بيض ضخم زي هذا أوبتين. قال برضو لا، هذه أمانة. فالسلم قال هذا مسلم، هذا المسلم الوحيد اللي شفته في حياتي، أنت مش مسلمين. قال له إلى آخر القصة الجميلة. التعبير في مكاني على فكرة. اليوم أنا ذكرت وأنا جاي على هنا الحديث الجميل تبع أمنا عائشة رضي الله عليها، ما أجمل هذا الحديث. يعني قبل يومين بحكي لواحد برضو من أحبابي، بقول له شوف انسى، البشر مقتلون، كل البشر حتى الغني فيهم والله موسع عليه مقتلون. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا. هذا الشاعر فهمان كان هذول. قال أنتم مش فاهمين البشر. قال يعني البشر وتسألوا التراب، تراب تراب، الدنيا كلها تراب صح؟ بعد فترة يقول لك يا أخي تعبنا يا أخي، أما تكتفي؟ طيب يا أخي أنا بأخذ تراب يعني، بأخذ ذهب؟ خلاص كده بصير يكرهوك أنك تأخذ تراب، بس تراب هذا ملوش قيمة يعني. لا، فالناس على فكرة لو جيت لواحد ملياردير وسألته حتى دراهمات معينة بفرح فيك في الأول، يا أهلا يا أهلا أنا أخوك في الله وكذا، دراهمات ولا ما أثرت عليها هذول. هذا ما بعطس بطلع قد ملايين المرات، فهيعطيك ويقول لك بارك الله فيك وكذا كذا. بس انتبه، اصحى تفكر في المرة الثانية، يقلبك بنفس الوجه. أهلين أهلين، بدك كذا يا ولد أعطيه هذا. المرة الثالثة أجا، المرة الرابعة يقول مش هين، بعدين يقول لك أخي أتعبت، شو أنت معطيني في الأربع مرات معطيني دراهمات؟
طبعا انت لو كنت ايش من رجال الله لا بتاتي ولا بتاتي امثال اصلا ولا بتسال احدا الا الله عز وجل. عبد الرباني ما بيسال الا الله ولا بيطلب الا من الله عز وجل. فربنا ايش قال؟ ربنا على فكره ضرب مثل اصعب من هذا واصعب من التراب. ايش قال؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي، مش تراب الارض، خزائن الاكوان كلها اللي بتعرفها واللي ما بتعرفها، طيب اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قدورا. لا اله الا الله، عندك الخزائن. قال لك لو عندكم خزائن الاكوان. هذه الايه تكشف لك عن طبيعه البشر، ما ابشح طبيعه البشر. احنا البشر ما ابشع طباعنا، ما اضيق نفوسنا، ما ألأمنا. اللؤم هو الضيق على فكره في اللغه العربيه، اللؤم هو الضيق، ضيق مش المكر. لك فلان لئيم ضيق، ولذلك يكنى باللؤم عن ماذا؟ عن البخل. يقول لك ما ألأمه، يعني ايش؟ ما ابخله. فاللغه العاميه اللئيم ايش هو؟ الخبيث المكر. لا غلط، هذا مش اللغه العربيه الفصحى. اللغه الفصحى اللئيم هو البخيل المسيك. ليش؟ لان اللؤم في الاصل هو الضيق، نفسه ضيقه، نفسه ضيقه، عنده الدنيا كلها ونفسه ضيقه، ما بده يعطي، ما بده يعطي الملاليم وعنده الملايير، تخيل. فالناس صعبين. فشوف عاد ايه، ايش اللي بغير هذه الحاله؟ بس شغله واحده. لذلك في خطبه قديمه ايش قلت انا؟ لما تشوف كلمه الانسان في القران الكريم تقريبا في كل مواردها اذا ذكرت تذكر ايه؟ بالذم، صح ولا لا؟ قتل الانسان ما اكفر، ان الانسان خلق هلوعا، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، خلق الانسان من عجل ساريكم. شو هذا؟ ده بالانسان على راسه، على راسه. القران بيقول لك طبيعتك كثير سيئه، كثير ملتويه، كثير خسيسه. بس القران نفسه ايه بعدين؟ ان الانسان لفي خسر، والعصر الله اقسم ان الانسان لفي خسر، كائن خاسر شقيان. الله اكبر، ايش المصيبه اللي احنا في هذا؟ واحنا هذا، احنا من هذا النوع الخبيث. المعادله القرانيه قال لك في شيء واحد ووحيد وفذ ويتيم يغير هذا الشيء، وبغير المعادله، الايمان. الايمان اذا حل الايمان الحق في نفس هذا الانسان، لا اله الا الله، يعني ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا ولو مليارات الا المصلين، الا في استثناء المؤمن المصلي اللي عنده علاقه مع الله، الذين هم على صلاتهم والذين هم اقرا بقيه ايات. نفس الشيء، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بس الايمان، والايمان الصحيح مش الايمان الدعوي، الدعاء. شوف امنا عائشه لما كان ياتيها ايه؟ اي سائل، اي سائل كانت ترحب به، تقول له مرحبا بمن جاء يحمل متاعنا الى الاخره. وكانت تأبى الا ايش؟ أن تجعل الصدقة هكذا ويأخذها من فوق هو، لتكون يده هي الأعلى، مش يمد يده هي تعطيه من فوق خذ، لا، تقول له أنت إلك فضل علي. وهي تقول هذا على فكرة مش تظرفا وكذا، عن قناعة إيمانية تامة أنه هو له الذي له، يعني فضله عليها بأخذه صدقتها أعظم من فضلها هي عليه بإعطائه الصدقة. لا إله إلا الله، معقول هيك؟ طبعا بالله عليكم، إنسان بتحرك يحركه مثل هذا المنطق ممكن يكون منان؟ يستحيل. ممكن يمن في يوم من الأيام؟ مستحيل. ممكن يضيق صدره؟ مستحيل. ممكن يمل من العطاء في يوم من الأيام؟ مستحيل، لأنه عنده منطق مختلف تماما. هو كسبان، قال لك أنا الكسبان دائما، أنا الكسبان. مرحبا من جاء يحمل متاعنا إلى إلى الآخرة، كل حسنات هم اللي حاملينها، خذها وودي لك إياها، بأخذ بودي. ولذلك هم لهم اليد العليا ونحن اليد السفلى.